بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، التواصل مستمر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، شوطنا 17 الذي يخصص للإبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والناموس للإخوة المشاركين المنتظرين هنا على أرضية هذا الميدان. نحييكم ونجدد لكم تحية مميزة للغاية، نتمنى التوفيق. أسير إلى المركز الأول، أسير إلى مقدمة الشوط مياسي حمد بن علي شطيط الوهيبي، بينما اللي في المركز الثاني هملولة راشد مسعيد بن عبيد مخليفة الحميري، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع رابع المراكز العنود مستمعينا الأعزاء، هناك تعود ملكيته إلى السيد هلال بن خميس بن عامر العمري، وخامس رابع المراكز هناك اللي هي غشمرة وسعيد بن سالم بن حماد بن سالم الشتبي. أنتقل وياكم إلى المركز الخامس اللي هي طواري، طواري الخاصوني، طواري محمد بن عبيد محمد الخاصوني، وسادس مراكز أشوف هنا غلا ناصر مسيب بن حمد النيادي، وفي المركز السابع أيضا ندى لحمد بن عبيد بن حمد الراشدي، وثامن المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن رشا سعادة سالم بن راشد بن حضيلم على اشتبي، وفي المركز التاسع هنا من أتت الأغزية حامد بن محمد بن سالمين العامري، وفي المركز العاشر والأخير الشرود مسلم بن هادف بالزفنة آل عفاري. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، بعناها عليكم بالفوز تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه المراكز، بعناها كاملة. يا سيف، يلا يا سيف، نتمنى لك التوفيق يا سيف. أيضا هنا حاضر يتابع هذه الانطلاقات بهناد، نتمنى لك التوفيق. هكذا كانت نتيجتها عودة إلى 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 المركز الأول، هملولة راشد مسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، يا سلام. بينما اللي في المركز الثاني، المركز الثاني هناك الراشد أيضا حاضر، ولا العمري هلال بن خميس بن عامر العمري. ثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات غشمرة وسعيد بن سالم بن حماد بن سالم الشتبي. المركز الرابع أشوف في هذه اللحظات مياسة حمد بن علي مشطيط الوهيبي، وفي المركز الخامس هناك غلا ناصر مسيب محمد النيادي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا ما شاء الله للمراكز، ذعناها عليكم بالفوز تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه المراكز الجميلة الحاضرة على أرضية هذا الميدان. اللحظات الجميلة مميزة ننتظر دائما هنا مع هذه الشعارات، كل ما هو جديد في هذا العالم الجميل وسع. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، عودة إلى المركز الأول، هملولة ما شاء الله راشد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثاني هناك مياسة حمد بن علي شطيط الوهيبي، وفي المركز الثالث العنود هلال بن خميس بن عامر العمري، وفي المركز الرابع أيضا هناك غشمرة سعيد بن سالم حماد الاجتبي، وفي المركز الخامس أيضا هناك رشا لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاجتبي. هكذا كانت نتيجتنا، خمسة مراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية ميدان الطيب. ما شاء الله، نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس هنا لهذه الانطلاقة المميزة. عودة من جديد، عودة إلى مياسة،
عودة إلى مياسة العود ما شاء الله تبارك الرحمن. أيضا حاضرة مياسة، الكل حاضر ما شاء الله. حمد بن علي بشطيطل وهيبي المركز الثاني، هناك رشة في ثاني المراكز، سعادة سالم بن راشد بن حضيرم آل اجتبي وارصد لي أرصاد، جاسب بن خليفة بن سيف بن جاسب المسافري أول نذلها في هذا الحضور، في هذا الحضور الجميل المميز. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. ونتمنى دائما التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين الحاضرين. يلا يا رشا، ولكن العنود رشا ولا العنود، الله لا بن خميس بن عامر العمري، واشهد انك رشحته يا حسين. المركز الثاني لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم، المركز الثالث جاسم بن خليفة المسافري، المركز الرابع مياسة في رابع المراكز ايها الأخوة لحمد بن علي بشطيط الوهيبي، المركز الخامس هناك الشرود مسلم بن هادف الزفنة العامري، التوقيت 6-4 وجزء 2 جزء من الثاني تهانينا والناموس.